أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وإلى نشرة رياضية مفصلة نستهلها بالعناوين. الأوساط ورياضية شيع الراحل ناظم شاكر إلى مثواه الأخير. الأوساط والرياضية الأردنية تعزي الأسرة الكروية العراقية برحيل النجم ناظم شاكر. وغدا الشرطة يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة الأهلي السعودي. فجع الوسط الرياضي العراقي برحيل أحد نجوم الكرة وواحد من أساطيرها المدافع الفد ناظم شاكر إثر مضاعفات فيروس كورونا في أحد مستشفيات مدينة أربيل. المزيد مع عروة عامر. راح أبو فهد جعتي لي أعطي بإنسان خلوق ما عاد تكبر والله ستر يطيك يا والله والله يطيك يا لا إله إلا الله. أبو هيا جاك أبو هيا جاك ناظم شاكر الطيبين راحوا الطيبين راحوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طواه الفراق كما يطوي البحر جدولا منحدرا 44 يوما هاجمه الوباء بلباس ملك الموت. مضادات جسده لم تحافظ صلابتها، أنخرت رئة الصخرة، توقف القلب، رحل الإنسان بكفنه الأبيض، ارتاد بلاد السماء. إلى أين؟ هل فعلا حان موعد الوداع؟ هل هي نهاية الطريق المرصوف؟ على الأرض نحيب وعويل بعد أن أسقطت الرياح العاتية الهوجاء سنوات عمر لاعبنا المونديالي والمدرب ناظم شاكر. فقدنا كابتن ناظم شاكر تقريبا أيضا في أربيل. أعز على الكابتن الفقيد كابتن ناظم وأيضا نعز أنفسنا ونعز الوسط الرياضي فقدان كبير كابتن ناظم. فقدنا سابقا كابتن أحمد وكابتن علي واليوم نفقد أحد رموز الرياضة العراقية. حقيقة احنا قريبين كنا منه، صار 40 يوم وهو يصارع مع هذا الوباء وهذا المرض اللعين. يعني حقيقة أسأل إن الله سبحانه وتعالى أن يسكن فسيح جناته يا رب، وإن شاء الله هو صاحب فضل علينا ما راح ننسى هذا فضله. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى أنه يرحمه برحمته الواسعة، أتمنى هذا الشيء يا رب. أعتقد أنه بداية الأحزان مو خاتمة الأحزان، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. الله يرحمك فقدنا. والله هو فقيد، يعني فقيد العراق، يعني بعد كابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي هو ثالث نجمة من سماء العراق تسقط اللي هو كابتن ناظم. لكن لا اعتراض على حكم رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون. عام 1975 داعب الكرة ناظم شاكر، روضها، كان صمام الامان لخط دفاعات المنتخب الوطني، مثل فريق القوة الجوية لاعبا ومدربا، كما اشرف على تدريب اربيل ودهوك الكرخ والنفط والعديد من الأندية الكروية. احترف التدريب في الأردن والإمارات ودرب منتخبي الأولمبي والوطني. أظل فهد تبقى بالذاكرة إن شاء الله، وجيل تتذكرك جيل بعد الآخر. ما نقدرش نحكي بأنه ناظم شاكر خسارة كبيرة، يعني من كان مدربا وكان لاعبا و يعني كل أربيل وكل العراق وده تشوف هاي الجماهير كلها جاية على مود ناظم شاكر، لأن ناظم شاكر ما كان قليل، ناظم شاكر كان صخرة الدفاع العراقية وإله اسم لامع. أنا أعزي نفسي وأعزي كل الشعب العراقي بالأخص الجماهير الرياضية ناصر وفاة المرحوم كابتن ناظم شاكر أحد نجوم الكرة العراقية. فقدنا كابتن وفقدنا كثير من نجوم من خلال هذا الفيروس، الفيروس الكورونا، واتمنى من رب العالمين ان يعطي صبر لاهله ولنا ولكل جمهور
الرياضي في العراق وفي الوطن العربي. بصراحة ناغم شاكر كان نجما، خدم كرة العراقية كلاعب وكمدرب وخدم نادي أربيل. يعني احنا كجمهور نادي أربيل كلنا يعني مديونين للكابتن ناغم شاكر. آخر كلمات بآخر سطرة، إلى اللقاء يا صخرة الدفاع، فلنا موعد في العالم الآخر. عروة عامر، العراقية الرياضية، أربيل. هذا وشيعت الأوساط الرياضية في أربيل جثمان الراحل ناظم شاكر وسط حالة من الحزن والألم على وجوه محبيه. شيع عدد غفير من الشخصيات في مقر نادي القوة الجوية المدرب الراحل ناظم شاكر عند وصول جثمانه إلى بغداد، حيث تجمع محبو الكابتن ناظم شاكر أمام مبنى النادي وسط تشييع مهيب حضره العديد من الشخصيات الرياضية والأمنية المهمة في العراق. أعزي نفسي والوسط الرياضي والشعب العراقي برحيل نجم أو كوكب من كواكب الكرة العراقية المرحوم ناظم شاكر. خسارة كبيرة للوسط الرياضي، صدمة، خسارة. هذا الرجل خدم الكرة العراقية في المحافل الدولية الخارجية والداخلية، إذا كان لاعب وإذا كان مدرب وإذا كان إداري، وهذا عنده فد كاريزما شخصية، تاريخه مرصع بالذهب، رسمه بالمبادئ الأساسية والأخلاقية. إذا تحكي على كلاعب فهو يكفي أبو غزالة مثلا، أبو فهد، محب لنادي القوة الجوية ومشجع القوة الجوية. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء أكيد يعني احنا اليوم فاجعة لكل عراقي شريف بالنسبة وفاة كابتن ناظم شاكر. أنا مواكب يعني حالة مرضه، مواكبها يوم بعد يوم مع كابتن فاروق، وتبشرنا كل خير قبل يومين أن عاد الأكسجين إلى وضعه الطبيعي 91، تبشرنا خير. والفاجعة الكبرى اللي سمعنا بها
هي البارحة. أنا أعتبرها خسارة كبرى، يعني خسارة كبرى للإنسانية قبل لا تكون كمدرب. يعني عاصرته وأنا لاعب وعاصرته وأنا بالتدريب. ناظم شاكر رحل، بس بقى في قلوب جمهور القوة الجوية الوفي وفي قلوب كل محبينه. اليوم أصبحت أمنية عندنا، يعني أمنية للرياضيين أن يكون يدخل رياضي إلى المستشفى ويطلع مشافة حتى نفرح. يعني فقدنا الكابتن علي هادي وفقدنا أحمد راضي وكثير من الشخصيات الرياضيات، واليوم فقدنا شخص قبل لا يكون رياضي هو إنسان. نعزي أنفسنا، نعزي الوسط الرياضي والجماهير العراقية بشكل عام وجماهير القوة الجوية بشكل خاص. رحيل الأسطورة ناظم شاكر، النجم العربي ليس فقط النجم العراقي. أعتقد سقطت أمس نجمة من سماء الكرة العراقية، ناظم شاكر جبل شامخ كان. نعزي أنفسنا أكيد وندعو من الله أن يمن على أهلي بالصبر والسلوان، وأكيد يعني هذا يعني صراحة لا نستطيع التعبير بقدر ما نستطيع أن نعطي كلمات بسيطة نرثي بها المرحوم أبو غزالة كما يحلو الجماهير. المرحوم ناظم شاكر أنا عرفه من سنة 77 لحد هذه اللحظة، شخصية رياضية محترمة، شخصية طيبة، طيبة القلب، ويعني يعتبر ناظم شاكر من رموز العراق ورموز القوة الجوية. ناظم شاكر يحب القوة الجوية، يحب جمهور القوة الجوية، يعني حب لا يوصف حتى بموازاة أهله وأولاده. ونتمنى من الله عز وجل أن يدخل جناته. هذا وسار موكب وتشيع إلى مقبرة الكرخ في بغداد، حيث المثوى الأخير للراحل ناظم شاكر ليودعه المحبون والأصدقاء وسط دموع وحسرات الفراق. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا وقررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية حجب الفانيلتي رقم 4 اعتزازا بتاريخ الراحل طويل وتأجيل انتخاباتها بسبب وفاة النجم السابق للكرة العراقية والقوة الجوية ناظم شاكر. حجب رقم 4 لأن اليوم من يتجرأ بعد يلبس رقم 4 هو أبو فهد في ذمة الله، فأكيد حجبنا رقم 4 وتشجيع مهيب. وأيضا أجلنا انتخابات اللي كان المفروض اليوم أجلناها، وايضا راح نسوي له فاتحه ناب النادي لثلاثه ايام حداد، فاتحه بتعليمات وزاره الصحه لازم تصير، يعني احتياطات راح ناخذ بما يخص التعفير، التعقيم، التباعد الاجتماعي ان شاء الله، والى رحمه الله هذا اللي نقدر نسويه للكابتن ناظم شاكر. أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعازيه بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر، وقال الاتحاد في برقية تعزية الاتحاد الكرة العراقي أنه يتقدم بخلص التعازي للشعب العراقي ولعائلة وأصدقاء النجم الدولي السابق ناظم شاكر الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. وأوضح أن الفقيد كان لاعبا ومدربا وأحد نجوم المنتخب في كأس العالم عام 86. أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة النائب والأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن حزنه العميق لوفاة نجم الكرة العراقية ناظم شاكر الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وتوجه الخليفة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد الراحل وأسرة كرة القدم العراقية، داعيا الله عز وجل يرحم النجم الكبير ناظم شاكر
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعى عمر العجلوني رئيس نادي أصريح الأردني الأوساط الرياضية العراقية بعد رحيل نجم الكرة أو كرة القدم ناظم شاكر الذي انتقل إلى جوار ربه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال العجلوني في برقية التعزية: بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ والصديق الوفي ناظم شاكر، وأتقدم بأصدق مشاعر المواساة للشعب العراقي الشقيق. وشدد عدد كبير من خبراء نجوم الكرة الأردنية على أن كرة القدم العراقية والعربية خسرت قامة كروية وفنية أعطت الكثير خلال السنوات الماضية. يستعد فريق الشرطة لخوض أول مباراة له يوم غد الاثنين في مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم بالأهلي السعودي على استاد خليفة الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا. وتلقى وفد القيثارة أنباء غير سارة تمثلت باحتمال كبير يؤكد غياب لاعب الوسط محمد قاسم بعد شعوره أمس بآلام في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى. هذا ووافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الشرطة العراقي بالوقوف دقيقة حداد وارتداء إشارات السود خلال مواجهة الأهلي السعودي. قررت إدارة ناديها طلب إيقاف تدريبات فريق الكرة حدادا على روح المدرب الراحل ناظم شاكر. وقال المنسق الإعلامي للنادي وائل العنزي إن إدارة ناديها طلب ورغم استئناف النشاط الرياضي إلا أنها قررت إيقاف التدريبات، وأضاف أن التدريبات ستتوقف لمدة 3 أيام حدادا على رحيل الكابتن ناظم شاكر رحمه الله أثر تداعيات إصابته بوباء كورونا. أكمل نادي السماوة تعاقداته مع اللاعبين تحضيرا لانطلاق الموسم الكروي المقبل. المزيد مع فارس الوهامي. إدارة نادي السماوة تعلن تكامل استعدادات الفريق الكروي للمشاركة في منافسات الدوري. تشكيلة الفريق ضمن لاعبين سبقوا ومثلوا النادي في الموسم السابق مع لاعبين تم التعاقد معهم بعد التشاور مع المدير الفني الكابتن غالب عبد الحسين، حيث تم صرف الاستحقاقات المالية والشروع بالوحدات التدريبية. تعاقدنا مع تقريبا 7 لاعبين اضافة الى لاعبيننا مع الموسم الماضي لان هم موقعين 2 او اكثر. احنا بنتمرن وطانا تمارين تمرنا عليها والحمد لله هسه جاهزين ان شاء الله للاعداد لبداية الموسم ان شاء الله. مدرب الفريق اختار طاقم المساعدين من ابناء النادي وهم الكابتن بارق رسم والكابتن عقيل غني، فيما احتفظ نبيل عواد بمهمة تدريب الحراس. بالوقت الحاضر الفريق اكتمل بعد ان طرح المدرب الفريق كابتن غالب الاسماء لتمثيل الفريق في الدوري الممتاز. وازاء الصعوبات الماليه التي تعصف بالانديه العراقيه وتوقعات باستمرار منع دخول الجماهير الى ملاعب، فان اداره السماوة اتخذت حزمه اجراءات من اجل توفير الغطاء المالي المطلوب. النادي بالوقت الحاضر يمتلك سيولة نقدية قد تعينه لفترة معينة. وطوال مشاركة الفريق السماوي في دور الأضواء نجح في تحقيق نتائج طيبة وكان في متوسط الترتيب في أكثر من موسم، لكنه لم يستطيع الحفاظ على اللاعبين الذين يحصلون على عقود جيدة من الأندية الكبيرة ليبدأ الكادر التدريبي بالبحث عن لاعبين مع انطلاقة كل موسم. إن الأيام التي ستسبق انطلاق الأنشطة ستكون فرصة أمام الأندية والاتحادات الرياضية للتهيئة والاستعدادات لعودة الأنشطة بشكل رسمي. لقناة العراقية الرياضية فارس الوهامي المثنى. قال مدير عام دائرة التربية البدنية أحمد الموسوي إن الاتحادات الرياضية مطالبة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدم قبول إشراك أي ناد لا يمتلك إجازة تأسيس ضمن نشاطات الاتحادات. وأوضح أن هذا الأمر يأتي تطبيقا للقوانين النافذة والتزاما بقرار مجلس الوزراء المرقم 406 لعام 2018 الذي ينص على أن كل ناد ليس لديه شهادة تأسيس لا يحق له المشاركة في الدوري. يذكر أن أغلب أندية الدوري الممتاز لا تمتلك شهادات تأسيس
من قبل وزارة الشباب والرياضة. أعلن الاتحاد العراقي للمويتاي عن انطلاق أنشطته المحلية بعد قرار خلية الأزمة باستئناف النشاط الرياضي في البلاد. وذكر الاتحاد في بيان إن الاتحاد العراقي المركزي للمويتاي عقد اجتماعه للدوري في مقره الرسمي وقرر استئناف الأنشطة الرياضية بعد قرار خلية الأزمة بعودتها وفق مبدأ السلامة العامة والوقاية. يشار إلى أن جميع الأنشطة الرياضية في البلاد توقفت لأكثر من 6 أشهر بعد جائحة وباء كورونا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها.